السلام عليكم خوتي، الله يجازيكم بخير. انا عارفه يعني اللي عنده والدي عزاز الامنيه ديالو كيتمنى كيقول غنصيفط والدي للحج. ثقوا بيا، الا ما كانوش والديكم واحد الناس اللي هما قادرين بواحد الصحه مزيانه قبل ما تحاولوا تصيفطوهم، حيت راه شفت واحد الوالدين راه اقسم بالله العلي العظيم راجعه في الطريق وكنشوف الناس كتموت هكذا كتشهد. جيت نعطيه الماء حبسني البوليسي قالك لا راه صافي راه كتخرجوا الموت. زدت واحد شويه كنلقى السيده ميته، ناس كيموتوا هكذا كتشوف فيهم. يعني احنا راجعين بتنا في مزدلفه هذه الليله، هذه راجعين شغنقول لك، راه واحد الحاله وقعات. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، الله يجعلها مغفره الذنوب. ولكن اللي عنده والدي عزاز يحاول اما يجي معاهم او لا ما يصيفطهمش. جاوا معايا والدين اللي مساكن تالفين، وراجل كبير بالعكاز شادين فيا، عافاك بنتي فين المغرب، فين كاين المغرب؟ انا براسي دايره اللوكاليزاسيون ما مخليه ما دايره، وفين هو كاين المغرب؟ ما كتلقاش يعني بكثره ما داك الزحام اللي انت كتشوف، راه باش تلقى بلادك فين غتلقاها؟ كتسول البوليس كتقول الله يخليك فين كاين المغرب، كيقول لك ما عرفتش. لا البوليس عارفين ولا داك المنظمين، فين هما؟ ما كتلقى حتى شي واحد. عرفتي غير باش تخرج من داك الزحام النفس ديالك.